هنا سؤال: نريد كلمة أو توجيه لطالب علم في بلد أعجمي. أولا، ننصح طالب العلم إذا كان في غير بلاد الإسلام أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. ولن تتقن العلوم ما لم تأتي إلى بلاد الإسلام، ففيها اللغة العربية وهي لغة القرآن. يعني عامة الناس إذا قرأوا القرآن يفهموا لا يقل عن 50%. عامة الناس يفهموا القرآن، العرب يفهموا لا يقل عن 50%. نعم هناك آيات يفهمونها خطأ، هذا من القسم 50 الباقي. لكن الأعجمي على الغالب إذا قرأ لا يفهم شيئا من كتاب الله. وقبل فترة شخص يقول عندنا مدرسة لتدريس الأعاجم الإسلام والدعوة إلى الإسلام، وبنينا مسجد ومدرسة تحفيظ ومدرسة تعليم. فقالوا له ممكن فيديو، ممكن فيديو عشان يعني نتصدق نتبرع. قال نعم، هو عربي. فإذا بهم بعد 3 سنوات لم يحفظوا لغاية الآن أركان الإسلام. يقول لهم الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين إقام الصلاة. يعني بعد 3 سنوات تحفيظ حفظ إيش؟ أركان الإسلام. طب ما احنا صف أول ابتدائي عندنا حفظهم. فبالتالي هذا طالب العلم الأعجمي إذا أراد أن يستفيد ويتعلم، فأول خطوة له لابد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، إلى بلاد العرب، ويتعلم اللغة العربية ويتعلم الإسلام عند العلماء الربانيين، وهم موجودون والحمد لله في كل بلاد الإسلام. فهذه الكلمة التي نوجهها له. إذا لم يستطع الهجرة فليتابع هؤلاء المشايخ في كتبهم وأشرطتهم، وهي متاحة الآن بسهولة عن طريق النت، وتتفاجأ أن كلمة تقولها فإذا بها يسمع رجل من الصين. فبالتالي إخواني في الله، هذه الكلمة المختصرة لهذا الشاب الأعجم الذي يعيش في بلاد الأعاجم. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.